prevention not intervention أو بالعربي الوقاية خير من العلاج. أسعد الله صباحكم جميعا. بداية ندعو الله أول شيء يجنبنا ويجنب كل مستثمر أي تعثر وأي إن شاء الله أي إفلاس. قطاع المال والأعمال يحب التجديد ويحب التحديث، وللأسف بعض الأنظمة عندنا يا إما في فراغ تشريعي أو نظام صار له فترة قديم لم يحدث ولم يجدد، فعكفت الوزارة على التركيز على البنية التحتية التشريعية، لأنه هذه هي الأساس لجذب بيئة الاستثمار وللنظر لمنظومة الاستثمار. الشيء الثاني كلمة شكر لمن يستحق الشكر في خروج هذا النظام. أحب أن أشكر فريق العمل اللي اشتغل على هذا النظام. الحقيقة أنه اشتغلوا على فترة يمكن أكثر من 22 شهر لخروج هذا إلى حيز التنفيذ، فشكراً لهم.